مساء الخير عليكم جميعا، نتمنى تكونوا على ما يرام. فيديو اليوم من شرق لندن بالضبط من بريك لين. بريك لين المشهورة بأسواقها بالستريت آرتس اللي فيها، معروفة أيضا بمين من المحلات لبيع البيجل. البيجل اللي هو عبارة عن نوع من الخبز اللي مثل دونتس. هناك محلين اثنين هنا مشهورين كثير، اي واحد تيجي لبريك لين لازم يجي ياكل يعني بيجل. فغادي نقوموا بجوله في بريك لين. كما ملاحظين راه فيها سوق. الجوله اساسا ماشي من اجل هذا السوق اللي انتم تشوفوا فيه، هذا سوق عادي يعني، هذا فقط ستريت ماركت موجود في يعني في كل الاحياء اللي موجوده في لندن، يعني ما هوش حاجه مميزه. غنشوفوا اسواق اخرى التي تميز بريك لين، فابقوا للاخر. كما لاحظتوا الجرافيتيز او الارت كما هما تيسميهم، بريك لين راه معروفه بالستريت ارت كما قلت لكم. فعلى طول هاد اللين او يعني هاد الشارع او زنقه يعني كما بغيتو تسميوها، غتلقاو على الجدران هاد الرسومات. كان فقط محلات صغيرة قبل ما ندخلوا للماركت. الآن غادي نشوفوا الداخل شنو فيه.
لي ستولز لي حاجات كثيره يعني هناك ملابس هناك كاميرات هناك اكسسوارات يعني حاجات مختلفه كثير. الناس يكونوا من عشاق انواع ديال الاسواق تكون مغطاه تكون فيها يعني حاجات مختلفه ما هيش مثل الاسواق الاعتياديه. دائما في بريك لين الان غادي ندخلوا للفنتج ماركت هذا اللي موجود هنا يعني ماركت ديال الحاجات القديمه كما قلت لكم في البدايه معروف بريك لينز بعدد كبير من الأسواق. ماركت يوجد في الطابق تحت أرضي. الأسواق طبعا هي لمحبي الحاجات الفينتج يعني الموديلات القديمة الحاجات العتيقة فهذا السوق يعني اللي تبغي هذه المسائل موجودة كثير في السوق. فالان غادي نخلي بريك لين باسواقها بالماركتس اللي فيها وغادي نتوجه الى محل البيجلز نشوف ساندويتش البيجل المعروف هو الحشوه اللي يعني مشهور بها سواء بالسلمون او بلحم البقري المملح فيلا ونشوفوا المحلين الاثنين مع بعض. الان وصلنا لمحل البيجل وهذا هذا الاولاني بيجل شوب و جنبو محل ثاني بيجل بيك عادة تيكون مليء كثير ما عرفش يعني تيقول لك بيجل بيك احسن ما نتاكدهاش. البيجل شوب هو اقدم كما لاحظتوا من 1855 هو اقدم من الثاني ولاني انا ما تنبغيش الازدحام فنشوف البيجل شوب. كاش المحل الاول اللي دخلت لي غير الكاش انا ما كانش عندي كاش وطلعت يعني الاي تي ام حتى هو لقيته فارغ ما فيهوش كاش غنشوف المحل الثاني ربما يكون تياخذ الكروت. للاسف المحل الثاني ايضا تياخذ غير الكاش فانا غنشوف اذا لقيت شي مكان انا اللي نطلع ناخذ منه الكاش سينو غادي نمشي من غير البيجل. اخيرا لقيت اي تي ام نجيب الكاش لكن لقيت الكيو كما نتوما ملاحظين شوفوا الصف زاد كثير فانا غادي نمشي للمحل الاولاني اللي هو ما فيهش ازدحام كثير. I'm sure you don't, Cordova.
ما كانوا واش كاين فين باغي نسوا هذا هو الساين ديجي هو ايضا تماله على ما مشيت جبت الفلوس الراس هو ايضا تماله كما ملاحظين راه عندهم الفرن هنايا هنا فين تيخبزوا هذا هو ساندويتش البيجل ديالنا كما ملاحظين فيه السلمون والكريم تشيز وشويه ديال الفلفل الاسود ببساطه. فبريكلين كما قلت معروفه بهذا المحلين. فوصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى الجوله تكون نالت اعجابكم، نتمنى تكونوا خديتوا فكره على بريكلين على هذا الجانب من لندن من شرق لندن. وانا نقول لكم نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.